طيب، في مبادرة عملتها وزارة الشباب والرياضة حلوة قوي في عيد الأضحى. أطلقوا مبادرة اسمها العيد أحلى بمراكز الشباب في كل محافظات الجمهورية. المبادرة عبارة عن إيه؟ عن يوم ترفيهي بيتم تنفيذه داخل مراكز الشباب، وفي مجموعة من الاحتفالات والأنشطة والبرامج اللي لاقت ترحيب كبير جدا وتفاعل من الشباب عشان الناس تعيد وتنبسط كمان. فوزارة الشباب عملت لهم حاجة حلوة كده يفرحوا ويتبسطوا بيها، واعتقد الصور بتقول الكلام ده. كان في اقبال كبير جدا وصل ل 3.5 مليون مواطن خلال ايام العيد فقط، كل ده على مستوى الجمهورية في مراكز الشباب. عايزين نعرف بقى هل وصلوا بقى للقرى والنجوع ولا لا. معانا الدكتور محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة. يا دكتور مساء الخير. مساء الخير عليك يا أستاذ محمد وعلى كل السادة المشاهدين، وكل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد على الجميع. يا أهلا بيك يا فندم وحضرتك طيب. وصلتوا القرى والنجوع كل محافظات الجمهورية؟ احنا وصلنا لكل حتة في مصر من خلال المبادرة اللي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، العيد أحلى بمراكز الشباب. كان في رؤية لوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي بتحويل مراكز الشباب لمراكز خدمة مجتمعية، واللي تم ده أحد أهم أدوار مراكز الشباب في جذب المواطنين. أصبحت جاذبة بشكل كبير بعد ما تم تطوير البنية التحتية الإنشائية الشبابية والرياضية خصوصا في مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، واللي استقطبت عدد كبير جدا من المواطنين بجميع فئاته. 3.5 مليون مواطن ترددوا بالفعل على مراكز الشباب طوال أيام عيد الأضحى المبارك. الأعمار كانت قد إيه يا دكتور محمد؟ والله وفقا للشغل اللي تم من خلال المنسقين الاعلاميين ومدير المراكز الاعلاميه بمديريات الشباب والرياضه على مستوى الجمهوريه، واللي احنا بنوجه لهم الشكر، كان في رصد تام لكل الاعضاء المترددين داخل مراكز الشباب، وكمان الاعمار السنيه اللي ارتدت مراكز الشباب خصوصا من النشأ والطلائع وكمان الشباب والفتيات، واللي من خلال الصور اللي تم عرضها واللي حضرتك عرضتها على الساده المشاهدين دلوقتي واللي واضحه ليهم بتاكد ان بالفعل كان في عدد كبير جدا من المواطنين بجميع اعمارهم دخلوا مراكز الشباب ضمن المبادره اللي اطلقتها وزاره الشباب والرياضه. تم تنفيذ العديد من الفعاليات داخل مراكز الشباب، وكمان توزيع هدايا على كل المترددين على مراكز الشباب، وتم فتحها مجانا لكل الاعضاء. طيب، فئات مختلفه كانت موجوده، معنى كده ان الانشطه كمان كانت مختلفه عشان تناسب هذه الفئات. شطة بتناسب الطلائع، بتناسب النشأ، بتناسب كمان كبار السن. كان عايز اقول لك ان كان مراكز الشباب كان فيها عيد، مراكز الشباب كانت هي العيد في القرى والنجوع حقيقي. طيب، احنا مكملين في المبادرة دي شوية ولا هي خلاص كانت الايام العيد بس؟ احنا عموما مراكز الشباب دائما وابدا ما بتستعد لكل المناسبات الوطنيه وكمان الاعياد الرسميه. مراكز الشباب زي ما قلنا اصبحت مراكز خدمه مجتمعيه. يعني ايه مراكز خدمه مجتمعيه؟ يعني مش بس بيبقى فيها نشاط رياضي، لا، بيبقى فيها نشاط ثقافي، نشاط اجتماعي، نشاط انشطه ترفيهيه، انديه للمراه والفتاه داخل مراكز الشباب، وكمان ورش عمل لجميع النشء والشباب وايضا الفتيات داخل مراكز الشباب. ده دور حقيقي ودور ملموس لمراكز الشباب، وده الدور اللي المنوط بيه ان هي بتقوم بيه مراكز الشباب كبوتقه او كمظله للاسره المصريه في القرى والنجوع، كمان باسعار تناسب الجميع. مراكز الشباب مفتوحه طوال العام لكل المواطنين من اجل يعني الاستمتاع باوقاتهم. طيب معلش نفهم حاجه بقى، في كل المواطنين دي هل في عضويه مثلا في مراكز الشباب؟ في طبعا في عضويات في عضويات مراكز الشباب. طب نفهم مناسبه تناسب الجميع. يعني لازم، وكمان احنا عايزين برضو نوضح حاجه للساده المشاهدين. ان احنا عندنا يعني عندنا مراكز التنميه الشبابيه، دي حاجه اكبر شويه من مراكز الشباب، بتناسب فئه معينه باسعار معينه تناسب هذه الفئه. لو طلعنا شويه من خلال تطوير وزاره الشباب والرياضه لكافه المنشات الشبابيه والرياضيه، هنطلع على حاجه اسمها السيتي كلاب، ودي اللي بتتم مع احد الجهات الوطنيه في جمهوريه مصر العربيه بتحويل الاستادات الخاصه في المحافظات الى انديه اجتماعيه تناسب اهالينا ومواطنينا في المحافظات الاقليميه. متقسمه فئات يعني يا دكتور؟ نعم، متقسمه فئات، يعني عندنا تناسب كل فئات المجتمع وشرائح المجتمع واسعار اقتصاديه تناسب الجميع. لو طلعنا شويه بحاجه احسن شويه تمام، بتناسب فئه اخرى وهي ذا كلاب او نادي النادي.
ودي موجود منها سلسله، موجود من سلسله سلسله ذا كلاب نادي النادي، دي موجوده في القاهره والجيزه زي نادي النادي في 6 اكتوبر، نادي النادي في شيراتون، وكمان نادي النادي في العاصمه الاداريه الجديده. اذا احنا عندنا عدد من المنشات الشبابيه والرياضيه اللي بتناسب جميع فئات المجتمع، والدوله كده بالفعل قدرت ان هي توفر منشات شبابيه ورياضيه تناسب الجميع. انا عجبني بقى في المبادره اللي احنا بنتكلم عنها كمان يا دكتور محمد، انه الناس بتدور على مكان تخرج فيه في العيد، وبتدور على مكان برضو ما يكونش غالي قوي، فجات المبادره عيدك احلى في مراكز الشباب، نسبه اقبال الناس وصلت 3.5 مليون. الحقيقه انا بقرا الخبر كان يوم الاثنين كان 1.5 مليون، فيوم الثلاث يبقى 3.5 مليون، يعني زاد 2 مليون في يوم واحد، معنى كده ان الناس اتبسطت وبداوا يحكوا للناس اللي حواليهم كمان. بالفعل يمكن البداية مع أول يوم كان فيه إقبال شديد جدا ورهيب جدا، أول يوم عيد الأضحى، ثاني يوم كمان الإقبال زاد من خلال الأنشطة اللي تم تناولها وتنوعها داخل مراكز الشباب، ولو جينا لثالث يوم ورابع يوم يمكن العدد بالفعل زاد، وصلنا ل 3.5 مليون. ويمكن كمان خلينا نقول يمكن كان في سؤال مهم جدا، هل المبادرة دي هتفضل شغالة؟ احنا بنأكد ان مراكز الشباب مفتوحة طوال العام، طوال ايام الاسبوع لكل المواطنين من اجل الاستمتاع باوقات فراغهم وكمان ممارسه انشطه هادفه لهم. عظيم، كل الشكر لحضرتك يا دكتور، شكرا جزيلا ليك دكتور محمد فوزي المتحدث باسم وزاره الشباب والرياضه على هذه المبادره.